دعا مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر اليمنيين إلى الالتفاف حول مؤتمر الحوار الوطني باعتباره المخرج الأساسي من الأزمة السياسية. وأشار بن عمر خلال لقائه محافظ الحديدة أكرم عطية وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية إلى أن الحوار هو الأداة لحل كافة القضايا التي تعاني منها محافظة الحديدة بشكل خاص واليمن عموما. التقيت مع مجموعة من حزب المؤتمر الشعبي العام، التقيت كذلك مجموعة من أحزاب اللقاء المشترك، وكذلك ممتنين على منظمات المجتمع المدني، واستمعت إليهم وقدموا عدد من القضايا تتعلق بالنقص يعني في مجال الخدمات، قطاع الصحة، التعليم، قضايا تتعلق بمشكلة الأراضي. وفي الحقيقة الجميع يعني تكلم يعني بصوت واحد. وفي هذا السياق كذلك كان هناك نقاش حول مؤتمر الحوار الوطني، وأكدت للجميع على أن مؤتمر الحوار الوطني هو فرصة تاريخية لحل جميع القضايا المستعصية.